رمزي هكذا بدأ فريق النصر. شوف عبدو زي ما قلت لك الاهلي بدا بال 4-2-3-1 النصر هذا النصر النصر بدا بال 4-2-3-1 اعتمد على اللعب على على الاطراف وعلى الضغط في وسط الملعب من جهه بدر حسن وشامخ العبيدي واعتمد زي ما قلت لك اللعب على الاطراف جهه الطباد وجهه اوروك اللي شفناهم قوه ضاربه في خط الهجوم الفريق النصر مع التحولات السريعه في جهه خالد مجدي اعتمد زي ما قلت لك على اعتماد على الضغط في وسط الملعب واعتماد على الضغط في الثلث الهجومي للفريق الاهلي. باختصار من المستحيل ان تكون 4-4-2 حتى في مركز الطباد على حسب اتجاه الكره عبدو على حسب اتجاه الكره تو نحن شفنا بدا المكسر ب 4-2-3-1 التحول على حسب اتجاه الكره في حاله الدفاع في الحاله الدفاعيه تقعد 4-5-1 وفي حاله هجوميه بمره تقعد 4-3-3 على حسب اتجاه الكره وين في الكره. طيب هكذا انهى النصر اللقاء. شوف بعد ما ضغط الاهلي وقعدا في مساحات في الجهه في الخط الدفاعي لفريق النصر شفنا التكتل الدفاعي واعتمد على الهجمات العكسيه في جهه الطبال لان شفت الطبال بعد التغييرات قاعد يلعب كراس حربه فهذا شيء طبيعي عبده بعد ما تسجل ويصير عليك الضغط فتراجع الحاله الدفاعيه وتعتمد على الهجمات العكسيه المرتده. طيب كيف بدا الاهلي ببنغازي؟ نفس اسلوب النصر بالضبط بدا بال 4-2-3-1 زي ما قلت لك اعتمد على تدرج بالكوره من جيت علي يوسف لوسط الملعب عن طريق ريتشارد اللي جيت اكسل وشفناه في ممكن في دقيقه 25 اللي جت الكوره لحسين طقطق اللي سدت المرمى وقريب جاء منها الهدف الاول بالنسبه لفريق الاهلي. اعتمد زي ما قلت لك اللعب على الضغط في وسط الملعب حتى هو وعلى الضغط على في التلت الهجوم لفريق النصر واعتماد على الاطراف جيت فضل سلامه وجيت المصوري وحسين طقطق. من الاظهره البدايه. نعم البدايه فيها اندفاع من الاظهره. شيء طبيعي بيدفع خلاص عشان عندما يعني هذه في الشوط الاول شفنا على عكس الشوط الثاني امن الشوط الاول ما زي ما قلت لك هذا قوه الاهلي في جهه الترهوني في الاطراف وزي ما حكينا نحن يوم التحدي نفس الاسلوب يلعب به الدريدي هو جهه اطراف جهه الترهوني وجهه حسين طقطق وجهه فضل سلامه وفكرون مع زياده العاديه يقوم بها المنصوري والمحترف الافريقي اكسل. طيب كيف انهى المباراه؟ شوف بعد ما الاهلي سجل الهدف شفنا لعب بالخط الدفاع بالثلاثة 4-3 شكليا مع تراجع المنصوري وسلم روما ومرات يغير بين المنصوري وسلم روما شوف تبدل المراكز بيناتهم هذا بالنسبة للشوط الثاني للفريق الأهلي. طيب أعطونا المناطق التي استحوذ فيها الأهلي ببنغازي على الكرة في ضعف على مستوى الهجوم. واضح عبده من خلال الأرقام ومن خلال الإحصائيات أن العمق الهجومي ما شفناش زكريا المنصوري كما تعودنا من قبل عبده. زكريا المنصوري ممكن له ثلاث مباريات من مباراة الصداقة والتحدي والنصر ماهوش زكريا المنصوري نعرفوه نحن من قبل اللي عود الأهلي أنه هو ديما يقعد بارز بتمريراته بالأسيست نتاعه مراوغاته بأهدافه فهذا شيء طبيعي زي ما قلت لك هذه الفورم هذه تحضر وتغيب عبده فإن شاء الله نشوفوه يعني في المباراة الجاية أحسن خير من قبل. شوف عبده في التلت الدفاعي نسبة الاستحواذ زي ما قلت لك في التدرج بالكرة من المدافعين للعابة الوسط كانت بنسبة كبيرة عن بعكس التلت الأوسط والتلت الهجوم لفريق الأهلي. طيب في المقابل النصر 19% أكثر ب 6% من النصر على من الأهلي ببنغازي على مستوى الهجوم. هنا نشوف عبده هنا نشوف قوة النصر في التحركات عن طريق أوروك وعن طريق الطبال وعن طريق خالد مجدي وبعد ما طلع خالد مجدي زي ما قلت لك خش الطبال امكانه وبالتغييرات يعبدوا قوه النصر يعبدوا في الثلث الهجومي بالذات يعبدوا في اوروك بالذات وفي طبال وفي خالد مجدي يا في بكاكي كريس كانوا العبد ولا في مكاري. طيب تاكيدا لكلامك رمزي الخريطه الحراريه لفريق النصر تؤكد ان القوه على الاطراف زي ما قلت لك عبدو قوه نادي النصر في الاطراف يتمثل في عكاشه واوروك في الجهه اليسرى بالذات يا عبدو هي الاكثر جهه الاكثر حركه واكثر نشاطا وشفنا التوغلات من جهه اوروك هو اللاعب المزعج اللي يزعج الاهلي بتحركاته وبتمريراته وبعرضياته على الفريق الاهلي. في المقابل زكريا المنصوري شوف الاهلي ببنغازي استعمل الوسط اكثر صهيب بن سليمان وزكريا المنصوري. شوف الاهلي في بدايه الشوط ما كانش يعني نقولوا نحن مسيطر على مجرى المباراه بعد ما سيطر على مجرى المباراه وتحركوا اللاعبين الوسط اللي صهيب وريتشارد ومعهم زكريا المنصوري الاهلي قعد يضغط على فريق النصر وهذا اللي شفناه من خلال ركله الجزاء اللي تحصل على فريق الاهلي. طيب شوف بالارقام رمزي الاماكن التي جاءت منها هجومات النصر
12 مقابل 7. بالنسبة للجهة اليمنى اللي يتمركز فيها طبال الأكثر نشاط من 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 أوروك في الشوط الأول بالذات عبده. الشوط الثاني شفنا العكس. الشوط الثاني لكن ضعف العمق على ماذا يدل؟ اللوم على صانع اللعب ولا على المهاجم؟ لا أنا نقول لك اللي هو بدأ بخالد مجدي، خالد مجدي مر بفترة فراغ عبده له فترة. أنا تمنيت إنه مثلاً مش تمنيت يعني هو مفروض المدرب يلعب مثلا مكاري ولا باكيكي كريست اللي كان ممكن اسرع ومن ناحيه بأدوار راس حربة بدور راس حربة اكثر. طيب الاهلي ببنغازي واماكن الهجومات، شوف بالنسبه لجهه اليمين زي ما حكيت لك عبده توا اللي فيها فضل سلامه، وجهه المنصوري الاكثر نشاطا، وديما فضل سلامه ديما يقوم بزياده عرضيه ومعاه فكرون. نقولوا اليوم اول مباراه فيها ضعف للجهه اليسرى للاهلي ببنغازي. وما قلت لك احنا حكينا تو نحن والكباتن سمير وبكر علي الترهوني ما كانش في الفورمه وما كانش في يومه، فزي ما قلت لك قام بالاسعد الدريدي بتغييره وبدا ببرقيقة كبديل. طيب نشاهدوا اللي بعدها الاماكن المحاولات باكثر دقه. شوف الكرات الصحيحه والكرات الخاطئه بالاحمر وبال هذا بالنسبه لفريق الاهلي هذه بالنسبه لفريق النصر. بالنسبه لفريق النصر زي ما قلت لك عبده المحاولات الواضحه ان من جهه اوروك هو الشوتين كان اكثر نشاطا واكثر حيويه من جهه الطبال بتمريرات العرضيه، وشفناه كم لعب كم تمريره عرضيه يعني نقولوا الاوفر غير ما فيش من يكمل نحن وما فيش من يخش القائم الاول ولا القائم الثاني، بعكس الجهه اليمين اللي تمركز فيها الطبال رغم انها فيها ثمانيه لكن كورتين فقط. كورتين فقط صحيحات ان اللي جن واحده منهم تاع اللاعب البرازيلي. نمشوا للي بعدها بالنسبه للاهلي ببنغازي، نشوف المحاولات من الجهه اليمنى اكثر شويه من الجهه اليسرى اللي تمركز فيها فضل سلامه، بعد ما مشى غير بورقيقة وفضل سلامه وسالم روما، شفنا كيف الاهلي استفاد من الخطا اللي وقع فيه محمد مكشر وجاب منها ركله جزاء اللي سجل منها الاهلي الهدف الاول. طيب فقدان الكره نقطه مهمه للفريقين في الديربي، نشوفوا اماكن فقدان الكرة بالنسبة لفريق النصر، تفضل. شوف فقدان الكرة بالنسبة لفريق النصر كان في الـ في الـ في الثلث الدفاعي بالذات. ما فيش تدرج بالكرة عبده، ما فيش مني اللعيب الوسط نقولوا احنا اللي بدر حسن والشامر الخبيدي، الشامر الخبيدي ما كانش في يومه في الشوط الأول بالذات في الدقائق الأولى ما استمنوش الكرة من المدافعين ما ربطوش. تكلموا على 10 كرات في منهم 6 بالقرب من منطقة الجزاء. الأرقام والأرقام والإحصائيات وضحت عبده، زي ما قلت لك الشامخ العبيدي وبدر حسن ما استلموش الكره من خط الدفاع وربطوا بين الدفاع والهجوم، ما شفناهمش يعني قاموا بالتمريرات، اللعب كله تمحور في وسط الملعب عبده، والضغط كله كان في وسط الملعب بين لاعبين الاهلي ولاعبين النصر. من 10 كرات في المقابل 11 الكره بالنسبه لخساره بالنسبه للاهلي ببنغازي في منتصف ملعبه، لكن الاكثر جاءت على الجهه اليسرى. الاكثر اخوي عبده واضح قاعد من خلال الجهه اليسرى اللي فيها ترهوني ومعها حسين طقطق اللي كانين يعني في مباراه النصر ما كانش في يومهم، فزي ما قلت لك ان الاحصائيات والارقام هذين بينات قام الدريدي بالاستبدال طقطق بدخول زكريا منصوري في المركز الطبيعي ورجع بورقيقة كظهير ايسر مكان الترهوني.